جدول الأعمال بحسب ما أوضح بيان وزارة الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتجه إلى بكين في زيارة تستغرق 4 أيام يحضر خلالها الألعاب الأولمبية الشتوية، ويعقد خان خلالها عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء الصيني شي جين بينغ ومع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء كذلك. وأوضح البيان بأنه سوف تتم مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وطرق تطوير هذه العلاقات، وأيضا العلاقات التجارية بين باكستان والصين، وبالتحديد الممر الصيني، الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية التي أهمية تأتي بأنها في وقت قاطعت فيه الكثير. نعم تفضل تفضل. نعم، أهمية الزيارة تأتي بأنها في وقت قاطعت فيه الكثير من الدول الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر إقامتها في بكين. المراقبون يرون بأن باكستان من خلال هذه الزيارة توضح موقفها من علاقتها مع بكين، وأيضا الروابط توضح هذه الزيارة أهمية الروابط بين باكستان والصين والعلاقة التاريخية الصينية الباكستانية، وتوضح بأن باكستان بحسب مراقبين مساندة للموقف الصيني. نعم.